الرقابة القضائية للمقدم العربي الشريف اللي هو نسميه هنايا شريف طيّطيط لأنه شريف طيّطيط ما زدش عليه هو مقدم وليس عقيد يعني قدم نفسه عقيد لكن هو مقدم مقدم كان في المخابرات كان في المخابرات آخر منصب عنده نظن كان في فوست في القوات البحرية وتعرفوا القصة تاع الشريف تيطيت لأنه أنا قلت لكم ولائي للدولة وليس للأشخاص وقلت لكم أنني عندما أخطئ عندما أخطئ أعترف بالخطأ وأعتذر وهذا الكلام قلت أنا للشريف تيطيت في وقته لما هو أخطأ ولما هو يعني تعدى حدوده ولما اتهم رجال دولة في تلك الفترة لا لما اتهم الفريق توفيق اللي أنا ما نعرفه ما خدمت معاه ما سقاويت معاه ما هو نسيبي ما هو ابن عمي ما هو جاري ما عندي حتى علاقة بيه هذا الفريق توفيق ولا العربي الشريف واحد ما عندي معاه علاقة العربي الشريف ما نعرفوش فريق توفيق ما نعرفوش ولكن فريق توفيق كرمز وكمسؤول كمجاهد ما قيل عنه هو تشويه لمنصب مدير عام المخابرات وليس لشخص فريق توفيق لانه لو كان قال فريق توفيق سراق ونهب اموال الشعب وقدم ادله الله يسال عليه انا ماني محامي على الفريق توفيق ماني نسيب وماني وليد خالته ما وليد عمي ماني مستفيد من معاه ما قاش راه سرق ومدلي ما عندي حتى ولكن عندما يتعلق الامر بالمساس برمز من رموز الدوله عندما اقول رمز اولا مجاهد مجاهد بكواطو ماهوش حركي ثانيا مدير اهم جهاز في الدوله لمدة عشرين سنة لمدة عشرين سنة جهاز من اهم اجهزة الدولة هو يعني لمدة اربعة وعشرين سنة طبعا ولا واربعة وعشرين سنة ايه اربعة وعشرين سنة ولكن ولكن جهاز حساس المساس برئيس او مدير هذاك الجهاز هو مساس بالدولة انا قلت لكم واسمه تبون قبل 12 12 كنت ضده كنت ضد الانتخابات وضد الرئيس تبون وقلت فيه ما لم يقل ابو نواس في في الويسكي ولكن تبون بعد 12 12 بعد انتخابه رئيس جمهوريه يصبح رمز الدوله مليح مش مليح بعيوبه بايجابياته عنده مواقف ما عندوش يعني مهما يكون فهو رمز الدوله انتخبه الشعب باغلبيه وانا كنت ضد الانتخابات وما صوتش ولو كان صوت نصوت ضده اكيد ولكن بعد الانتخابات عندما اصبح رئيس امر واقع امر واقع رئيس دوله وممثل الجمهوريه اذا احترمه واقدره وادافع عنه ليس كشخص وانما كرمز كمسؤول في الدوله المسؤول الاول في الدوله القاضي الاول في الدوله إذا دفاعي على الفريق توفيق ليس لشخصه بل لمنصبه دفاعي على الفريق توفيق لمنصبه كمدير عام أو كرئيس دائرة استعلام الأمن المخابرات اللي هي رمز الدولة أو ما أسميه بالعمود الفقري للدولة وتحديت شريف تيطيط هذا في نفس اليوم اللي قال فيه كلام قبيح ومساس برمز رمز المخابرات وتذكروا قصة اللي قال كان عساس في البابور وكان كذا وكان كذا وكلام خرطي وقلت له يا الشريف طيطط ستندم على ما قلت لانه غير صحيح لانه لو لو كان ما قاله العربي الشريف صحيح ان هذا المجاهد توفيق بالفعل كان مجرد ولم يجاهد ولم 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 خلاص اه واش انا ندافع على واحد واش ما يلعبش انا ندافع السبتي ما ندافعش ولكن ما قاله العربي الشريف كلام غير صحيح تزوير للحقيقه تزوير للتاريخ انا قلت له العربي الشريف ما قلته كلام خطير وستندم عليه ستندم عليه عاجلا أم آجلا أثبتت الأيام أن فريق توفيق بريء من التهم التي تهم فيها من قبل عصابة الغباء الاصطناعي وعصابة الخونة والعملاء على رأس موسيني عزة ومن معه وظهرت الحقيقة والشريف طيط اختفى اختفى ولكن اختفائه لم يكن بريء كان نار تحت التبن شريف كان كالثعبان نار تحت التبن دار شبكة داخل وخارج الوطن الأمر هذا خطير شبكة داخل وخارج الوطن نعم كي نقول خارج الوطن أنا مانيش نقول بجهات أجنبية لا خارج الوطن يعني جزائريين مقيمين في الخارج نشطاء مقيمين في الخارج كان على تواصل معهم مع نشطاء في الداخل في الجزائر وكان يتحرك في سريه تامه كان يتصل ببعض المسؤولين المتقاعدين خاصه العسكريين المتقاعدين ضباط كبار عسكريين كان ينسق معهم يعرفهم يروح يزورهم في ديارهم ويتحرك حركات مشبوهه ونشاطه تكثف نشاطه تكثف في هاته الفترة الأخيرة استغل هو ومن معه استغلوا ما يسمى بصراع البلوطة كرة القدم والمدرب جمال بلماضي وحاولوا يركبوا الموجه ويهيجوا الشعب وحاولوا يستغلوا قضية جمال بلماضي بالتنسيق مع عناصر عندها علاقة بقدماء الجبهة الإسلامية الإنقاذ ورسالة نعود نرجع لكم أنا ممكن راح نسرب حتى معلومات راح نسرب معلومات اللي ممكن البعض يقول لك ابن هذه أمور سرية لكن نقولها تحرك شريف تيطيط عنده علاقة برسالة لا تذكروا رسالة علي بن حجر والزاوي ومن معه فيها تحرك عندها علاقة ببعض الخونة حتى من داخل الشرطه نعم وفيه مرميطه كانت تتخلط من هذاك الوقت ولكن تم استغلال فتره هذا الصراع على كره القدم وعلى جمال بلماضي لركوب الموجه مع تيار الباديسيه النوفمبريه اللي راكم تشوفوهم يتحركوا بقوه يدافعوا على جمال بلماضي وكانه جمال بلماضي هذايا يعني مناضل في الجبهه الاسلاميه الانقاذ يعني بينونا انو جمال بالماضي هو علي بالحاج روحوا شوفوا لي دافعوا على جمال بالماضي ما عندهم حتى علاقه بالرياضه خلينا من الناس الرياضيين اللي عندهم علاقه بالرياضه اوكي لكن الناس ما عندهمش علاقه بالرياضه ما عندهمش علاقه بالرياضه يتكلموا في الموضوع و يهيجوا في الحاله لدرجه انو الناس سالوا قال لك وش واش داخلوا بنزديري السياسه واش دخلوا في البلوطه هاني الان جوك لان هذا الكلام ما كنتش حاب نقوله من قبل لانه كان ممكن يمس ببعض الامور لكن الان بعد ما ظهرت نتائج نشاطنا ونتائج تحقيقات الجهات الامنيه المختصه الان نقول لكم انه تم وضع اليد على الشبكه التي كي نقول وضع اليد يعني مازال ما كملتش التحقيقات ما راهي ماشيه لكن راس الخيط اللي هو المقدم شريف تيتيت تم تقديمه امام العداله وهو تحت الرقابه القضائيه حتى يسهل مراقبه باقي العناصر اللي راهي قاعده تخلط وقاعده تلعب في لعب قبيح يضر بمصلحه البلاد قبل امس اذا تذكروا انا كنت نزلت منشور هو بقايا فيه عناصر كبيره من بقايا الجبل الاسلامي الانقاذ وعناصر متاثره بخطاب او بالخطاب المتطرف للجبل الاسلامي الانقاذ قضيه المدرب الفرنسي جمال بلماضي لماذا المدرب الفرنسي لانه امضى العقد بجواز سفر فرنسي وحاولوا تصويره على انه الفارس المغوار الذي لا يشق له غبار والذي تآمر عليه الخونه والاشرار. يعني يقصدون الخونه الاشرار من ابناء الدوله العميقه او ما يمكن مثل ما يسميها اختيتيل الدوله الغريقه. جناح الفريق توفيق واللواء المرحوم خالد نزار والحاج وراءه وقياده الجيش و... يعني عدد كبير. لماذا حاول تيار الباديسية التحالف مع او تحالف الغباء والذكاء الاصطناعي استثمار في فضيحه الاقصاء المبكر من كان كوديفوار. ثم تهييج الشعب الجزائري واخراجه الى الشارع تزامنا وموعد الانتخابات الرئاسيه ولاي غايه ولاي غايه والمقال راكم قريتوه قلت لكم جاوبكم عليه. لماذا رانا تكلمنا الغايه ما هي؟ الغايه وهي التوافق هذا جماعه الباديسيه النوفمبريه وبقايا الجبهه الاسلاميه الانقاذ وبعض الاطراف المحسوب على التيار الإسلاموي المتطرف أو ما أسميه الغباء الإصطناعي راهم ينسقوا باش يخرجوا بمرشح من عندهم يقدموه الانتخابات الرئاسية ويركبوا موجة جمال بالماضي والرياضة والبلوطة ويستعملوا جمال بالماضي وقضية جمال بلماضي في تزكية مرشحهم المحسوب على التيار الإسلامي أو على التيار الإسلاموي لأن الإسلام بريء منهم الحمد لله تم كشف هذه المؤامرة والتحقيق متواصل على كل المستويات والقضية باتت معروفة ومطروحة بشكل رسمي وعلني إذا الرقابة القضائية للمقدم العربي الشريف المعروف باسم الشريف تطيط في انتظار استكمال التحقيق وتقديم المحاكمة ونشوف النتيجة بالإضافة إلى عدد آخر التحفظ على المعلومات اللي عندي لأنه ليس فقط العربي الشريف بل معه ناس آخرين والتحقيق متواصل يشمل عدد آخر من المتورطين المحسوبين بين قوسين على التيار الباديسي نوفمبري والباديسي نوفمبري بريء منه لأنه الباديسي يعني عبد الحميد بن وكلنا أبناء وأحفاد عبد الحميد بن عبد الحميد بن مديس شخصية مقدسة عدنا يعني تقديس معنوي قبل قبل علم في الجزائر والتعليم عبد الحميد بن مديس ملك لكل الجزائريين النوفمبرية يعني بيان أول نوفمبر بيان أو نوفمبر هو دستورنا وهو ميثاقنا كل جزائري أينما كان داخل وخارج الوطن يؤمن إيمان قوي بميثاق ودستور أو نوفمبر بيان اول نوفمبر هو الخط الافتتاحي وهو يعني القاعده الاساسيه لاي دستور جزائري كل دساتير الجزائر كل دساتير الجزائر اساسها بيان اول نوفمبر اذا كل الجزائريين بيانهم اول نوفمبر تروح تسال حتى حتى الخونه والحركه والارهابيين متطرفين تروح تسال حتى فرحات مهني تقولوا تؤمن ببيان او انا واحد يعني منت المصنان يقول لك احنا باديسيه نوفمبريه وانتم باريسيه ولا ولا لندنيه ولا سنغافوريه اذا كلنا باديسيون نوفمبريون هذه ما كانش لي زايد علينا لكن هما ما يقدروش يقولوا احنا من جبهويين جبهه الاسلاميه الانقاذ لانه ممنوعه وحزب منحل اذا حبوا يغلفوها بالباديسية النوفمبرية لكن المحتوى المحتوى والبرنامج والمخطط هو برنامج 1992 الجبهة الإسلامية للإنقاذ هذه الحقيقة اذا المخطط اللي كانوا حابين يستغلوا كرة القدم ويستغلوا أو يستغلوا جمال بالماضي للقضية هذه القضية تفضحت وعلى هذا الاساس تم اتخاذ القرار الرسمي من قبل الدولة الجزائرية. نعم، البيان والقرار الرسمي من قبل الدولة الجزائرية، عندما أقول الدولة الجزائرية يعني الرئيس عبد المجيد تبون شخصياً شخصياً يتابع موضوع كرة القدم. شكونوا فاصلين في الموضوع. والآن نعطيكم أمر آخر. تشويش قلت انه تم كشف المؤامره اللي كانوا يخططوا لها يعني المؤامره هذه اللي خططوا لها كي مؤامره شوف يعني باش نكون واضحين يعني باش ما من نروحوش من يعني ما من نطرفوش ونتهوروا هي مش مؤامره في البدايه ماهيش مؤامره يعني الشريف تيتيت مواطن جزائري ومن حقه يترشح وراه المشكل أو يرشح واحد ويكون هو مدير الحملة أو هو المنسق عادي وراه المشكل أنا ما عنديش م... أنا شخصيا كسعيد بن زدير ما عنديش مشكل إذا الشعب أعطى يشتري تيطيط أو أعطاه حتى لوليد ملوكة أصوات أو الثعبان الأقرع يا خويا الأغلبية أنا قلت لكم تبون قبل 12 12 2019 كنت ضده كنت ضده ايه ولكن بعد ما اصبح رئيس جمهوريه خلاص اعترف واقدر واحترم ولو الشعب يعطي اغلبيه لوليد ملوكة يترشح وليد ملوكة المازدا والشعب يعطي له نستعرب رئيس نستعرب به ونبقى ننتقده لكن مش معناتها نرفضه الشعب عطاله واش انا راح نولي تنتهي حريه الفرد عندما تبدا حريه الجماعه والجماعة أعطت أصواتها لوليد ملوكة أو ثعبان الأقرع أو حتى الخاين الحركي وليد الحركي رقاص العيون أو غيره أو غيره إذن أو شريف تيتت أو غيره ولكن أنا الشيء اللي راني نر... راني يعني مستنكره وراني نع... راني نناقش فيه وهو استغلال هذا الجماعه لقضيه البلوطه استغلالهم لقضيه جمال بلماضي والنزاع داخل اتحاديه كره القدم استغلالهم لهذا الامر لركوب الموجه وتهيج الشعب تزامنا يعني والتحرك الشعبي اللي بعد اسبوع والله هذا الامر اللي هو غير مقبول غير مقبول نهائيا لأن هؤلاء خبثاء مجرمين استغلوا الدين في 1992 1990 91 92 استغلوا الدين الاسلامي لمحاوله الوصول الى كرسي الرئاسه ثم الانقلاب والان يحوسوا يستغلوا البلوطه يعني هادو ما يرحموش وين تبان لهم هبره يا هبره تبان لهم الدين يستعملوه تبان لهم الثقافة يستعملوه تبان لهم اللغة يستعملوها تبان لهم البلوطة كرة القدم يستعملوها يعني استغلال كرة القدم لأغراض سياسية أمر غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية وهذا الشيء اللي أنا جالس نناقش فيه إذا الأمر أصبح واضح باختصار المقدم العربي الشريف تيتات عنده رقابة قضائية لا يستطيع أن يتحرك لا يستطيع أن يعني يزور أحد يناقش يتكلم والو إلى غاية استكمال التحقيق وتقديمه أمام العدالة ثم لكل حادث حديث